من الميادين السلام عليكم، هذه النشرة الرياضية المفصلة. غصت الشوارع العراقية بالمسيرات المحتفلة بإنجاز منتخب الشباب في كأس العالم. التأهل إلى نصف نهائي على حساب كوريا الجنوبية مثل إنجازا فريدا للكرة العربية عموما والعراقية خصوصا. عبد الله بدران نقل لنا صورة الشارع العراقي في هذا التقرير. حبس العراقيون أنفاسهم لساعتين قبل أن يثأر الرجال حكيم شاكر من المنتخب الكوري الجنوبي. المواجهة الآسيوية الخالصة في ربع النهائي فتحت الباب أمام فرصة الثأر من نهائي كأس آسيا للشباب. الكتيبة العراقية أسعدت شارعها الذي يعيش تحديات كبيرة على رأسها المخاطر الأمنية. فرحة عارمة ملأت الشوارع، احتفالات شعبية عفوية رافقت تصدي الحارس محمد حميد للركلة الكورية الأخيرة. نهنئ الفريق العراقي منتخب شباب العراق بمناسبة الفوز العظيم على شباب كوريا، والف الف مبروك للشعب العراقي. مبروك المنتخب العراقي مع شديد الياحكين، والف مبروك مرة ثانية للشعب العراقي والعوائل العراقية التي تشهد أولاد من الانفجارات، والف مبروك العراق. العراق سحب البند السابع والان يدخل بالدور الثامن، وان شاء الله اي فريق يجي تشكشكه ويطلع، ما عندنا اشكال وياه، هسه باكر عقبه يطلع ونحتفل هنا بنفس المكان. الفوز العراقي الثمين يعد الاول في تاريخ فئه الشباب بعد التاهل الى ربع النهائي عام 89. المنتخب شباب العراق هو صعوده الى دور ال 16 انجاز. انجاز وانجاز كبير كلش للكره العراقيه. حال انه صعد الدور الثمانية وهسه بدا يصعد انه صعد الدور الاربعة، فهو انجاز عظيم كلش. الدعم الحكومي كلش قليل بالنسبة للمنتخب على هيك انجاز. هو احنا المفروض يعني هسه لو نرجع للواقع اللي احنا دا نعيشه، الدعم الحكومي كلش تعبان بالنسبة للرياضة العراقية، واما منتخب العراق اللي هو هسه يمثل العراق كله وجعل هاي الفرحة هي على وجوه كل العراقيين، المفروض أكبر دعم يكون له، المفروض يكون له ميزانية خاصة. المهمة باتت أصعب أمام الفريق العراقي، تنتظره مواجهة أقوى أمام الأوروغواي في المربع النهائي. ربما يكون العراق قد حقق الإعجاز قبل الإنجاز وتأهل لدور الأربعة في واحدة من أقوى مباريات المونديال الشبابي برأي النقاد والمحللين. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. إلى أجل غير مسمى أرجع الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد مصير بطولة الدوري. الأحداث الأمنية والسياسية في البلاد دفعت الجبلاية إلى تأجيل اجتماعه حول مصير البطولة. عدم وضوح الرؤية حول الفترة الزمنية لعودة الدوري دفع عددا من مسؤولي الأندية إلى المطالبة بإصدار قرار نهائي يقضي بإلغاء البطولة، وكشفوا عن عدم توفر السيولة الكافية للإنفاق على الأندية. مثل شهر رمضان المبارك مناسبة جامعة لعدد من نجوم كرة القدم حول العالم. تهاني وتبريكات بحلول الشهر الفضيل دونها عدد من النجوم المسلمين وغير المسلمين على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. الألماني لوكاس بودولسكي خص زملائه المسلمين بالتهنئة. مهاجم أرسنال تمنى لهم رمضانا كريما وأعمالا مقبولة. فريدريك كانوتي تطرق إلى المقال الوارد في موقع بي بي سي. النجم السابق لإشبيليا عرض مع متابعيه قضية ارتفاع عدد اللاعبين المسلمين في بريمير ليج وأدائهم خلال الشهر. العماني علي الحبسي هنأ الجميع بالشهر الكريم. حارس ويغن دعا متابعيه إلى متابعة البرنامج الإنجليزي الخاص باللاعبين المسلمين في بريمير ليج. التعاقد مع ديفيد فيا مثل أفضل الصفقات على مدار تاريخ أتلتيكو مدريد. بهذه العبارة استقبل الرئيس إنريكي سيريزو مهاجمه الجديد. سيريزو أعرب عن سعادته بضم المهاجم الدولي الإسباني لثلاثة مواسم. الرئيس نفى أن تكون قيمة الصفقة متدنية. رأى أن استحواذ برشلونة على 50% من الصفقة يرفع من قيمتها في الوقت الحالي. ورفض سيريزو التعليق عما يتردد عن ضم الأرجنتيني مارتن ديميكيليس مدافع فريق ملقا. استعدادا للمنافسة على لقب الليغ من الموسم الأول، فريق موناكو يكمل تقديم نجومه. إدارة نادي الإمارة الثرية عملت على استقدام نخبة من المدافعين في العالم. لاعب ريال مدريد ريكاردو كارفاليو باتت مهمته الدفاع في ميدان فريق الأثرياء. حاله مثل حال جيريمي تولولان، غادر فريق ملقا وشق طريقه باتجاه الإمارة الجميلة. أما إريك أبيدال المستعيد عافيته بعد استئصال الورم الخبيث له، فقد رفض عقدي باريس سان جيرمان ومونبيليه والتحق بالوافد الجديد إلى الليغا. لاعب الوسط نيكولا إسمت مارين بقي في الدوري الفرنسي وانتقل من فالنسيان إلى موناكو.
نادي اي سي ميلان يبدا تدريباته استعدادا للموسم الجديد. أليغري يؤكد القدره على المنافسه وغالياني يعد بتعاقدات جديده. تفاصيل اكثر في هذا التقرير. لاعبو اي سي ميلان حاضرون جميعا في التمارين باستثناء من شاركوا في كاس القارات. بعض اللاعبين المصابين تماثلوا للشفاء، ابرزهم الهولندي نايجيل دي يونغ، بدا متعافيا تماما من اصابته في اوتار القدم، ومن المتوقع ان يكون اساسيا في المباريات التحضيريه. النادي اللومباردي قادر على المنافسه على الالقاب، قالها المدرب ماسيميليانو أليغري، يعتمد في كلامه على خطط وضعها بالتنسيق مع نائب الرئيس غالياني. اذا غادر اي لاعب اتفقت مع السيد غالياني على الحصول على بديل له. فريقنا قادر على المنافسه على لقب الدوري والكاس ودوري الابطال. يخطط غالياني في هذه الأيام لضخ دماء شابة في النادي، يعتبر أن أدم اليايتش سيكون البديل المناسب لروبينيو، كما يضع نصب عينيه التعاقد مع الياباني كيسوكي هوندا. إذا غادر روبينيو سيحل مكانه مهاجم يافع جديد يمتلك مهارات عالية، وخيارنا الحصول على آدم ليتش، وقد بدأنا محادثات مع فريق فيورنتينا لضمه. آمل بشدة استخدام كيسوكي هوندا خلال الانتقالات الشتوية. لم ينسى نائب بيرلسكوني الحديث عن ملكية النادي. الإشاعات أخيرا تحدثت عن إمكانية تخلي رئيس وزراء إيطاليا الأسبق عن النادي بسبب ضغوط عائلية. لا يوجد أي صفقة لبيع نادي أي سي ميلان جزئيا أو كليا. تمني جماهير ميلان النفس بإحراز الألقاب هذا الموسم. خابت أمانيهم الموسم الماضي بحلول الروسينيري ثالثا في الكالتشو، ولم يتمكن من تخطي حاجز الثمن النهائي في دوري الأبطال. بعد 3 سنوات على مغادرته ريال مدريد، راؤول غونزاليس يعود إلى ملعب سانتياغو برنابيو من بوابة فريق السد القطري. النسخة 35 من كأس سانتياغو برنابيو ستجمع النادي الملكي مع بطل قطر في 22 من آب أغسطس المقبل. جمهور العاصمة مدريد ينتظر بفارغ الصبر دخول النجم التاريخي للريال بعد قضائه 16 عاما داخل أسوار برنابيو. غونزاليس سيشارك في المباراة مع كلا الفريقين، سيرتدي قميص الملكي لبضع الوقت. يتوقع المراقبون عودة الماتادور إلى ريال مدريد بعد اعتزاله اللعب ليحتل منصبا إداريا. النيابة العامة الألمانية تنفي توجيهها اتهاما بالتهرب الضريبي بحق أولي هانس. التحقيقات في قضية رئيس نادي بايرن ميونخ مستمرة والحكم النهائي يصدر بعد أسابيع. صحيفة بيلد الألمانية أشارت إلى أن هانس قد يواجه عقوبة السجن في حال إدانته. رئيس النادي البافاري أخطر السلطات عن امتلاكه حسابا مصرفيا سريا في سويسرا منذ أكثر من 10 سنوات بقيمة 20 مليون دولار. الصحيفة أكدت فشل محاولات التعامل مع بلاغ هانس كعامل لتخفيف العقوبة بسبب مشكلات رسمية. علاقة أكثر من ممتازة تجمع بين بيبي غوارديولا وآرين روبن في تدريبات بايرن ميونخ. مدرب بطل أوروبا يداعب نجم منتخب هولندا في رسالة مبطنة مفادها أن روبن بافاري. غوارديولا دحض شائعات رحيل صاحب هدف الحسم في نهائي الأبطال. ركلة ودية من الإسباني لجناحه الهولندي ترافقت مع ابتسامات وتبادل الأحاديث. مدرب برشلونة السابق دخل سريعا في أجواء الفريق وبات على مسافة واحدة من الجميع. المصارعة الثيران هي الرياضة الأكثر شعبية في إسبانيا، وقد غدت مهرجانا سنويا يجذب الملايين من مختلف أنحاء العالم. كيف دخل هذا التقليد إلى المجتمع الإسباني؟ نتابع في هذا التقرير. يعتبر البعض مصارعة الثيران جزءا من الرياضة الإسبانية، لكنها فعليا باتت تمثل تراث وثقافة وحضارة إسبانيا عموما. الفترة الممتدة بين 6 من الشهر الحالي حتى 14 منه يركض المئات أمام الثيران الهائجة. في تمام الساعة 8 صباحا ينطلق أبناء بامبلونا في الشوارع مدة 3 دقائق وصولا إلى المضمار المخصص للثيران. الجميع يتحول في هذه المدة القصيرة إلى ماتادور في ظل خطر الموت المحتم. منطقة الباسك تستقبل ملايين السياح المتوافدين من مختلف أنحاء العالم كي يشاهدوا هذا التقليد السنوي. مهرجان الثيران أصبح الثالث عالميا بعد كرنفال ريو دي جانيرو واحتفال الجعة في ألمانيا. لا فيستا مصطلح محلي بات متداولا على مهرجان هو في الأساس اسمه سان فيرمين. القديس كان نجل أحد
الحكام الرومان في القرن الثالث، لكنه اعتنق الديانة المسيحية وسلك طريق التبشير. وجد مقطوع الرأس بعد عودته من فرنسا، والبعض قال إنه مات في شوارع بامبلونة من خلال الثيران الغاضبة. من هنا استمد أبناء الباسك هذا التقليد الذي ظهر بين القرنين 17 و18. كان الحدث ينطلق في تشرين الأول أكتوبر، لكن المنظمين عدلوا توقيت البرنامج إلى فصل الصيف بسبب الأحوال الجوية في الباسك. السنوات العشر الماضية شهدت عشرات حالات الجرحى مع وفاة شخصين عامي 2003 و2009. لجان حقوق الحيوان ترفض تعنيف الثيران، لذا رفض البرلمان كاتالونيا هذا التقليد بشكل قاطع على أراضيه. أما انتشار هذه الرياضة فهو بشكل خجول في بعض الدول الأوروبية مثل إنجلترا، لكن تبقى إسبانيا وتحديدا منطقة الباسك الأكثر شهرة في مصارعة الثيران. مع هذا التقليد الباسكي الخاص نصل إلى ختام النشرة الرياضية المفصلة. نشكر لكم حسن المتابعة. السلام عليكم.